مباراة 2009 الأهلي وإسكو انتهت بفوز الأهلي 15-0، دي طبعا نتيجة كبيرة ما شاء الله، عندنا مواهب مميزة في فريق 2009. نروح نشوف لقاءات ما بعد المباراة. الحمد لله طبعا على المكسب، ويمكن المباراة يمكن كانت سهلة شوية، لكن بنجرب بعض الناس اللي ما بتلعبش ونحاول نديهم ثقة شوية، فالحمد لله طبعا على المكسب. يعني هو عامة كل البراعم بيبقى السن ده بيبقى سن تعليمي شوية وتأسيس، يعني على السن لما يطلع يبدأ يطلع القطاع وكده يبقى جاهز، يبقى عارف مركزه في الملعب، بيبقى عارف يتحرك ازاي في الملعب. طبعا هو كل المطلوب منهم حاجات بسيطة، ان انا اقدر اسلم واستلم وما بقاش مضغوط، لان معظم الاولاد بيبقوا جايين مضغوطين خايفين، بيبقوا برضو حتة بابا في البيت او مامته بيبقى بيديله تعليمات والمدرب بيديله تعليمات، ففي حاجات بتبقى عكس بعض، فهو دايما بتلاقي الولد بيبقى مضغوط، فاحنا بنحاول ان احنا نطلعه من الجو ده. كل البراعم في كل فرق البراعم في لعيبة كرة كويسة جدا ومستقبل النادي، واحنا دايما بنتكلم مع الاولاد بنفهمهم دايما ان احنا النادي الاهلي دايما بيلعب على بطوله، ما بيلعبش على ماتش يكسب او الكلام ده، لا ده احنا بنلعب على بطوله وروح البطوله، مش يعني ما كسبش ماتش وابقى فرحان، النتيجه دي بالنسبه لنا عاديه لان ده الطبيعي. فاحنا كمدربين في كل المراحل السنيه مفهمين للاولاد ان احنا بنلعب على بطوله دايما، ده سيستم النادي الاهلي دايما، فاحنا بنعودهم على ده. لا هو دلوقتي حاليا احنا ده الدوري اللي شغال حاليا، وده الاسبوع السادس كان في بطوله زد بقى اللي هي كانت في اول الموسم في شهر 10 اللي فات، الحمد لله برضو قدرنا نكسب البطوله، فاحنا حاليا دلوقتي اول يعتبر في برضو في الدوري بتاعنا، بنجهز للمرحله اللي بعد كده، يبقى في لان احنا في ثلاث مجاميع وكده، فبياخدوا ثلاث فرق من كل مجموعه، فده هيبقى اختبار قوي وهيبقى في فرق قوية فيها. طبعا نبقى عندنا ثقة في الملعب ونلعب كرة على الأرض وننقل الكرة من يمين لشمال عشان نحاول نفتح الفرق اللي قدامنا، عشان نعرف نلعب من على الأطراف، والحمد لله نجحت يعني وكسبنا بسكور. احنا اتفاجئنا الصراحة بالقرار ده، عشان احنا لعبنا بطولة زد في اول الموسم تجهيزا للموسم يعني، كانت على ملعب 8 وجول، فاستغربنا دخلنا على ملعب 11، بس اتعاملنا احنا نادي الاهلي وعلى طول يعني بنكسب في اي مكان، والحمد لله يعني نجحنا في هذه، وكابتن دروكبا بيدربنا عليها كويس والحمد لله نجحنا. الحاجات اللي مبسوط منا فيها ان احنا كنا بنلعب كوره كويس، كنا عندنا ثقه على الفرقه الثانيه، كنا برضو بنلعب من الحاجات التعليمات اللي هو كان بيقول لنا عليها، ما فيش حاجه وحشه احنا عملناها النهارده وحش، الحمد لله يعني كله بفضل ربنا، ان شاء الله الجاي احسن. لو نركز ويعني نكسب ما نستهترش بالماتش، فلازم نكسب يعني، الحمد لله حققنا الفوز الحمد لله، اللي هو احنا نركز ونكسب يعني نبقى كويسين عشان نحقق الفوز، عشان المجموعه الجايه نبقى كويسين ونتصعد يعني. الماتشات الجايه بقى ان شاء الله نحاول نكسبها ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق لفريق 2009 في المباريات القادمه.